مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج من وإلى. فقرتنا الأولى عن تحدي اليأس. أنا معرفش أنت بتحلم بإيه دلوقتي، معرفش إذا كان خاب أملك في تحقيق حلمك ولا لأ. كتير منكم عارفين إن الحلم بيتحقق بصعوبة، وإن من الصعب تغير حياتك بسهولة. عارف إنك بتحاول، وعارف إنك فشلت، وعارف انك بتحاول وبتحاول وبتحاول، وعارف انك تألمت، ويمكن كمان خاب املك، ويمكن كمان فقدت الثقة في نفسك وقدراتك. لكن لازم تعرف ان كل سهل مزيف، ان كل حاجة سهلة مزيفة، كل حاجة بتتحقق بسهولة مزيفة. كل الصعاب اللي واجهتها ولسه بتواجهها علشان تحقق حلمك دي ليها حكمة من ربنا. الصعاب دي حكمة لازم أن تفسرها وتجري وراها وتشوفها وتعرف الحكمة دي هي إيه. الحكمة هي أن المطبات الصعبة دي بتقوي قلبك وبتزيد من خبرتك، بتخليك قادر أنك تواجه أي رسالة أو أي مشكلة مهما كانت حجمها، أنك تبقى أقوى من الظروف اللي ممكن تدمر حلمك حتى بعد ما تحققه. حياتك قصة فيلم، ليه ما تكونش أنت بطلها؟ علشان تنجح لازم تنفرد بنفسك، لازم تستثمر نفسك وقدراتك، لازم تعرف ان ما ينفعش تبقى نسخة عادية زي الباقي. ربنا خلق لكل واحد بصمة مختلفة، فما ينفعش تقارن نفسك بحد، وما ينفعش تبقى شبه حد. لازم تصدق حلمك وتؤمن بيه، قاتل من أجل حلمك حتى لو هتموت. موت وانت بتحقق حلمك احسن ما تموت من اليأس والإحباط. في فقرتنا النهارده هقدم لكم نموذج من الشباب اللي فعلا يستحق اننا نشجعه ونسلط الضوء عليه، لانه ما استسلمش ابدا لاي ظروف صعبه. قدر انه يحقق خطوات من حلمه ويبقى صاحب شركه وهو عنده 18 سنه بس. استغل طفولته انه يتعلم اكتر عن المجال اللي بيحبه ونفسه يحقق منه حاجه، وما استناش طبعا الوظيفه الحكوميه او الوظائف الخاصه زي بقيه الشباب. انشا كيان خاص بيه حتى يصبح اصغر رجل اعمال بمجهوده وتعبه. برحب بضيفي الاستاذ محمد سلامه، رجل الاعمال الصغير وصاحب وكاله الصياد جروب الصياد. مشكورك يا فندم. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، شرفتنا ونورتنا النهارده. نورك طبعا يا فندم. عايز اعرف بقى، يعني بص، الحوار ده من القلب للقلب. انا تمام. ما حضرتش له حاجه عموما يعني. أوكي. لكن الفقره بتاعتك دي مهمه جدا بالنسبه لكتير جدا من الشباب اللي ممكن دلوقتي بيسمعنا ونفسه يحس بامل في بكره. عايز اعرفهم بقى مين محمد سلامه وازاي بدا. محمد سلامه شاب مصري بسيط جدا، بدأ يعني من تحت الصفر بمعنى صح زي ما بيقولوا. بدأ اشتغل كل الشغل اللي موجود حاليا من اول سن 12 سنة الى حتى الان. تمام. حبيت اخرج بره كيان الوظيفي خالص، ما حبيتش الوظائف الحكومية، لا تبقى كيان بنفسك افضل. ازاي بدأت من طفولتك وليه، وازاي فكرت في المجال ده بالذات؟ المجال ده بالذات انا خدت فيه كورسات تمام، وتعلمته من عن طريق اليوتيوب. تمام. وقبل ما اخش المجال ده، ايه هو بقى المجال؟ المجال الدعايه والاعلان، الادفيرتايزنج. تمام. المجال شامل حاجات كتير جدا اكيد طبعا. قبل ما اخش مجال الدعايه والاعلان تمام، اشتغلت شغال كتير جدا مع والدي. تمام. كنت شغال مع والدي في الدعايه، كنت شغال معاه في المكاتب. تمام. مكاتب ايه؟ في المكاتب دعايه واعلان. لا لا لا، مكاتب عاديه، ادوات مكتبيه. تمام. واشتغلت شغال كتير طبعا جدا. يعني عايز افهم برضو، برغم يعني صغر سنك، ازاي فكرت انك انت حتى تعمل انجاز او تحقق لنفسك حاجه وانت حتى لسه عندك دلوقتي 18 سنه؟ يعني عايز اعرف برضو الشباب ازاي بدات، عشان هم برضو يعرفوا ازاي يبداوا. ازاي بدات؟ ان انا فكرت اني ابقى حاجه، يكون عندي طموح اني صاحب شركه. تمام. مش ابقى مع زي مثلا اي حد، رايح فين، رايح الشغل، جاي منين، جاي من الشغل. لا، تبقى انت صاحب قرار نفسك. انا رايح في الوقت الفلاني، جاي في الوقت الفلاني. انا اللي بعمل نفسي، مش مستني حد يعمل لي حاجه بمعنى صح. انت لما حد يجي يسلط عليك الضوء بعد كده هيقول لك محمد سلامه ده ابتدى من وقت كذا،
او من فتره من فتره معينه بدات من تحت الصفر يعني. تمام. اشتغلت كل الشغلانات، مثلا نجار، اشتغلت في الالمونتال، اشتغلت بعد كده اشتغلت مع والدي في المكاتب، بعد كده اتجهت للايه، للدعايه والاعلان. تمام. الدعايه والاعلان. اشمعنى بقى الدعايه والاعلان اللي اتجهت له؟ حبيت الموضوع. تمام. موضوع سهل وبسيط ولذيذ. تمام. مطلوب في كل الاعمال، اي شركه او اي مؤسسه قبل ما تفتح او يبداوا اساسا بيحتاجوا المجال ده. تمام. احنا بنعتمد في المجال ده حاجات كتير جدا. تمام. زي ال ايوه يعني برضو عايز اتفضلوا. دخلت سوق العمل ازاي؟ يعني سوق بدايتك العمل، في سوق ان العمل. والدي تمام ساعدني في الاول. تمام. كان عنده محل. تمام. ادهوني في الاول خالص، كان زي ما يقولوا نص تشطيب، انت كمل انت، وانت ابتدي، وانت افرش، وانت اعمل ادالك يعني اول خطوه وقال لك ابدا هحطك بقى. على اول الطريق بمعنى صح. بالظبط. تمام. وانت كمل، شطارتك انك تكمل، وشطارتك انك ممكن تقف وتقفل. فهي يعني ممكن من اول سنه ممكن تكون عدت عليا ان انت يعني لسه في البيزنس جديد. تمام. ممكن ما كنتش لسه، ما لسه ما تعرفتش، لسه ما اتحققلكش دخل. ممكن تيأس، اقول لك لا ده انا كده ممكن يعني الكيان الوظيفي احسن، انا اكون مستني مرتبي اخر الشهر، واشتغلت او ما اشتغلتش دي وظيفه، جه شغل ما اشتغل، جه شغل او ما جاش. لا بس برضو احنا اتحدينا كل الصعاب. تمام. في خلال السنه الاولى. انت بتدرس؟ بدرس. تدرس ايه؟ في المدرسه الفنيه التطبيقيه بالانتاج الحربي. تمام. تمام. اخر سنه، سنه ثالثه. طب ازاي بقى عرفت توفق ما بين الشغل ودراستك؟ بصراحه الناس كتير جدا ساعدتني بين الشغل والدراسه، من زي مين بقى؟ من مهندسين القطاع جوه، مهندسين جوه في القطاع نفسه. باشمهندس احمد سعيد، باشمهندس احمد مسعد، باشمهندس اشرف جمال. ساعدوك ازاي بقى؟ ساعدوك ازاي؟ مثلا انا ممكن اعتذر عن محاضره، اعتذر عن محاضره ان ممكن ما اقدرش احضر النهارده بسبب ظروف شغلي، فالمهندس يقول لك خلاص يا محمد اتفضل، ما فيش اي مشاكل، بس نحدد وقت انا وانت اقعد اشرح لك المحاضره دي تاني عشان ما فيش حاجه تفوتك. شوف الوقت مثلا انت تبقى فاضي فيه، لا نقعد ونشرح المحاضره يعني ظروف شغلك، او انت عشان تعرف توفق برضو كله كان بيشجعك، او شايفين ان انت عندك هدف. عندك هدف عايز تحققه. تمام. انا الواحد بمعنى صح عملي جدا، مش اللي هو اللي انا بدرس وخلاص، لا انت كده كده حتى مدرسه عمليه، مش مدرسه اللي هو 3 سنين بعد كده بقى كده مثلا جامعه، لا دي مدرسه عمليه بتاهلك لسوق العمل اساسا. تمام. ان بندرس فيها سي ان سي وبروجكت ومواد تانية كتير جدا. تمام. فالمهندسين دول الصراحه وقفوا جنبي جدا، وبيشجعونا وبيشجعوني كتير طبعا، واسباب كتير برضو جوه كتير ناس كتير. تمام. دلوقتي برضو عايز اعرف انت بدات براس مال قد ايه؟ ممكن يعني ايه اول راس مال بدات بيه نقول مشروع؟ ممكن من 5000 ل 7000. من كام سنه بقى؟ من 24/8/2017. 2000 يعني من وقت قريب. وقت قريب. تمام. وراس مالك دلوقتي عامل كام؟ راس مال دلوقتي ممكن مينيمم 20000، ماكسيمم 45000. يعني بتكسب شهريا كام؟ مينيمم 20000، ماكسيمم 45000. ما شاء الله. ده بقى عندك فرع كام يعني؟ شركتك لها كام فرع؟ ليها 3. ثلاث فروع. اول ما فتحت الشركه فتحت 3 فروع ولا فتحت لا 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 فرع؟ طبعا لا فرع ده انا بقول لحضرتك اول فرع كمان يعني ايه. طب كلمني بقى ازاي اسست الشركه بتاعتك او المجموعه بتاعتك؟ ازاي اسستها؟ ان انا اعتمدت على اني اشتغل بنفسي في الاول بايدي. تمام. اني ما عنديش لسه قدره اني ممكن ادفع مرتبات، ادفع ايجارات بمبالغ باهظه. تمام. لا انا لسه ببتدي. ابتديتها زي ما بيقولوا صغير. تمام. حلمت اني ما اقفلهاش، حلمت اني اكبرها. الحمد لله بعديها بسنه بالظبط فتحنا فرع مدينه نصر. تمام. وبعديها بظرف 8 شهور فتحنا فرع مساكن الضباط. تمام. في مدينه السلام. تمام. ده الفرع الحاليا متواجد واحنا متواجدين فيه الاساسي. في فروع ثانيه؟ لا هم الثلاث فروع، مدينه النهضه، مدينه السلام، مدينه نصر. تمام. عايزين بقى نعرف الشباب اللي بيتابعك دلوقتي وبيشوفك، ايه الصعوبات اللي انت واجهتها في خلال مشوار الطريق اللي انت مشيت فيه او مشوار حياتك؟ ان انا تمام. وازاي واجهتها وازاي حلتها؟ ان انا خدت ريسك لوحدي او تخطيتها يعني. ان انا خدت ريسك لوحدي يعني، انا مثلا كشاب انا كنت بخش مثلا في تعاملات من صغر سني كده بمبالغ باهظه. فمثلا شاب زي اما يكون مثلا داخل في التعاملات دي ممكن يكون عنده اللي هو ممكن يخسر وممكن يكسب، فلو خسر هتبقى واقعه ملهاش قومه. تمام. انت شاب مثلا ممكن تخسر يعني لو مثلا في التعاملات ممكن 100000، 150 مينيمم، مثلا مينيمم 50. فاكس انت لو خسرت في اولها كده هتبقى واقعه، هتقع. لو ممكن حد بقى يسندك، حد من اهلك، حد من قرايبك، دي بترجع للايه، دي مثلا مشكله من المشاكل انك بتاخد ريسك لوحدك. ممكن مثلا اي شاب حلمه انه يفتح مكان
او يفتح اي مشروع عامه او يخش البيزنس، لازم يستشير مثلا، يعني يكون عايز يخش في مجال معين هو ممكن ما يكونش فاهم فيه، فممكن يدخل مع حد مثلا يعني يكون فاهم. اولا علشان تبدا بيزنس او تبدا مشروع لازم الاول تدرسه، تدرس ولازم طبعا الاول تفهمه، ولازم يكون حتى عندك خبره فيه. اكيد طبعا، حتى لو انت حابب المشروع، مشروع لا كده حتى مره لو انت واحده. حابب، لا سوري، ممكن لو انت حابب المشروع جدا وما عندكش الوقت الكافي ان انت تستفيد تتعمق في المشروع. يعني انت اكتسبت الخبره ازاي في المجال ده؟ خدت كورسات تمام، وعن طريق اليوتيوب. اليوتيوب. ازاي اليوتيوب بقى؟ كان بتفرج مثلا على يوتيوبر كانوا بيعملوا مثلا ازاي تعمل ديزاين، ازاي تركب مثلا، تركب يافطه، ازاي تصنع، ازاي تركب رول اب، بتبقى دي تفاصيل عندنا في المهنه. دي كانت بدايه خالص، بدايه من بدايتها خالص جدا. لكن دلوقتي احنا ادينا في المهنه الحمد لله رب العالمين، بقالنا 3 سنين اهو تمام، اهو في تقدم وازدهار دايما باذن الله. تمام. مين بقى كان بيدعمك من اهلك او من صحابك؟ اهلي يعني لو يعجز اللسان عن الكلام مثلا عن والدي ووالدتي، ده اول حاجه بعد التوفيق من ربنا. طبعا بنوصل لهم شكر وتقدير اه ليهم. طبعا، يعني والدي وقف جنبي كتير جدا جدا جدا. هو انا في الحقيقه لما انت حضرتك كلمتني ويعني انا انبهرت لما قلت لي ان انت عندك 18 سنه وصاحب شركه او تمام مجموعه تمام تمام بتتكون من افراد تمام وانت رئيسهم تمام وعندك راس مال. انا انبهرت فعلا. يعني انا من الناس، في شباب كتير جدا محبط وفي شباب كتير كل يوم يكلمني. حتى انا لما اسست البرنامج ده او طلعت بالبرنامج ده تمام كبدايه ظهور، كل اتعجب ازاي ما يعرفوش ان ورا ده كله مشوار طويل، مشوار طويل وصعوبات لكن انت تخطيتها كمان. تمام بالظبط. تمام. فاحنا عايزين نتعلم من ده. انت بقى خسرت في الشركه دي في بدايه مشوار في حضرتك بدايتها، خسرتها. يعني ممكن كانت اقرب خساره من قيمه مثلا. الخساره دي كانت كفيله ان هي مثلا توقفك؟ مش قوي، لا مش اللي تخليك تقف فعلا، لا حتى لو كانت تخليك تقف انت ممكن تقدر تكمل. يعني مثلا الخساره دي مثلا كانت ممكن موقع وقع مننا تمام، عن طريق ان كان في استهتار مثلا تمام من العمال اللي كانوا شغالين هناك تمام. ده مثلا كانت خساره، خساره مثلا تقدر من 50 ل 60 الف جنيه مثلا، دي يعني مش اللي هي قادره لا توقعك قوي. الخساره اللي توقع مثلا انك اللي هي توقعك قوي ان انت لسه في البدايه، انك لسه واخد ريسك، مجرد مثلا ان انت اهلك دعموك وخلاص فتحوا لك النشاط اللي انت حابه او وصلوك للنشاط اللي انت حابه، في التالي اللي هو يعني مثلا كسبت هتخسر، فكسبت كتير فالخساره اللي بتخسر اكتر تمام. زي ما بيقولوا ان الرزق على قد القلب، قلبك جامد بتخش في وتاخد ريسك في مشاريع كتير جدا وتخش مواقع بقلبك. مش تمام. كلمني بقى عن المجموعه بتاعتك وكفاءتهم. كفاءتهم احنا دلوقتي 12 فرد عاملين بالمجموعه تمام. تمام. من ديزاينر ومحاسبين ومديرين في الشركه في 3 فروع تمام. معايا احمد محمد سليمان، ده التوب بتاع الشركه طبعا تحتيه بالظبط. معايا حازم محمود تمام، ده احد العاملين بالشركه. معايا سمير مأمون عبد الدايم، ده مدير المجموعه. تمام. عايزين نعرف ايه هي اساليب الدعايه اللي بتقدمها الشركه؟ في دعايه اجتماعيه تمام، في دعايه كلاسيك، في دعايه شعبيه. الدعايه الشعبيه دي اللي احنا ممكن نبتدي بيها، ان هي مثلا ممكن زي المحلات تمام، او الاماكن نفسها اللي في المناطق الشعبيه دي. احنا بنتعامل معاها ازاي؟ دي بتبقى عن طريق ان احنا ممكن بنقدم كل الاساليب اللي تناسب المستوى اللي فيها المكان نفسه. مثلا في اماكن سطحيه وفي اماكن طوليه وفي اماكن عرضيه تمام. الاماكن مثلا العرضيه اللي هي مثلا زي الفلل تمام، والمنتجعات الكومباندات تمام. دي احنا بنتبع اليها ان ازاي نتعامل باسلوب دعايه فيها تمام، عن طريق فئه السكان الموجوده تمام. ممكن يعني مثلا الايام دي منتشره جدا الاغاني الشعبيه طبعا تمام، والمهرجانات ممكن بنجيب مطربين شعبيين تمام، وبنطبع البروشور ونعمل حفلات كاريوكي كمان تمام للمكان نفسه. حتى لو المكان واقع، في ناس كنا بنمسك لها اماكنها تقول لك لا انا المكان عندي واقع عايز اعمل له حمله اعلانيه متكامله تمام، انت تنصحني بايه؟ او انت هتاخد معايا المشوار ازاي؟ هنبتدي ازاي؟ ازاي بتعملوا عمليه التسويق الاعلاني؟ عمليه التسويق عندنا عندنا سوشيال ميديا تمام، عندنا اعلانات طرق، عندنا توزيع، بنوزع البروشور تمام في كل المناطق، عندنا بنطبع ونلزق في كل الاماكن، وفي كتابه برضه على الجدران، دي برضه بعض من انواع الدعايه. تخصص شركتنا السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا طبعا ده اكيد، ده اساسي. ده هو دلوقتي السوشيال ميديا هو العمود الاساسي لاي شغل. يعني السوشيال ميديا كلها في ظرف كام سنه بالظبط ممكن الناس ما تحتاجش الشركات اساسا وتشتغل على السوشيال ميديا
يعني دلوقتي هو بالنسبة للأول والأخير دلوقتي السوق، هي دلوقتي الطب يعني التوب بتاع السوشيال ميديا. السوق. تمام. بس محمد، عايزك توصل رسالة دلوقتي لأي شاب دلوقتي بيسمعنا ولسه ما بيفكرش ان هو يبدأ البداية، لسه محبط، لسه مستني الوظيفة، لسه قاعد على القهوة، لسه خايف من بكرة، خايف حتى ياخد الخطوة ان هو يبدأ. لا طبعا ما يخافش خالص، لازم تاخد الريسك بنفسك، يعني اعتمد على نفسك وابتدي. هتبتدي براس مال قليل، حتى شوف النشاط اللي انت بتحبه اختاره واشتغل فيه، ما حدش يجبرك على حاجه طبعا. لا انت شوف انت اشتغلت فيه قبل كده او عندك خلفيه عن الشغل في ايه، هتقدر تاسس، هتقدر تدير، هتقدر تنجح. انت ممكن تنجح بس صعب انك تحافظ على نجاحك. انا ممكن تكون شخص نجح بس في ظرف سنتين ثلاثه وقع. لا انك تستمر، ده اللي انا قلته في المقدمه بتاعت الحلقه، ان حتى ممكن حتى بعد ما تحقق حلمك لو الصعوبات اللي انت قابلتها والمطبات اللي انت قابلتها في ممكن مشوارك تقعك. تمام اللي انت اصلا تخطيتها، ده بتساعدك ان حتى بعد ما تحقق حلمك ازاي تحافظ على صحيح النجاح ده. طبعا. تمام. تحب تشكر مين بقى؟ احب اشكر طبعا والدي، تمام، راجل عصامي طبعا، راجل ساعدني من اول ما ابتديت وفضل ساندني، تمام، اني حتى لا اميل ولا اسقط. واشكر والدتي طبعا بدعائها، ويعني وكل دعمها لينا دي برضو، يعني دعمها ليا ولاخواتي كمان. حابه كان ان هي كانت حابه تاهل ابنائها لسوق العمل، مش لا ياخدوا الشهادات ويشوفوا هيشتغلوا في ايه. يعني هي من الناس اللي ساعدتك؟ طبعا ازاي بقى؟ كانت بتدعمنا. يعني مثلا انت محمد نفسك تعمل ايه؟ نفسي اعمل 1 2 3. حاضر، شوف هتبتدي ازاي، عايز تعمل ايه، شوف هتبتدي من انهي طريق بالظبط. تمام. والدي برضو يعني اول ما يشوف انت كده مثلا حضرتك ابنك وهو في ثالثه اعدادي بيعرض عليك مشروع، انت شوف هتقول له ايه. يعني مثلا فعلا ممكن انت لسه تاخده على قد صغير، عقله، ممكن ممكن تاخده. الاهل برضو بيبقى لهم تمام. سبب كبير في النجاح، يعني مثلا وممكن بقول برضو لحضرتك يكون انت، سبب الاحباط. صح. ممكن يقول لك لا يا حبيبي انت لا خد شهاده وممكن انا هوظفك بعديها وي 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 ويلخ. تمام. لا انت شوف كده حضرتك ان مثلا ابنك بيطلب منك المشروع، بابا انا عايز افتح مثلا كذا. تمام. في طب يا حبيبي طب شوف دراستك، طب مثلا انا قلت له في البدايه اني لو لقيتني مقصر مع الدراسه نقفلها. طبعا مش هاجي على مستقبلي في الاول، يعني ممكن مثلا بدايه اي مشروع بيبتدي من 25 سنه 26 سنه، انا حبيت ابتدي من دلوقتي عشان عقبال ما اوصل ل 25 سنه او 26 سنه اكون انتهيت، مش لسه ابتدي. يعني حلمك ايه بقى؟ حلمك ايه بعد ما بدأت المشوار؟ حلمي ان احنا نكبر طبعا، نكبر الوكاله اكبر من كده ونفتح ونعدد الفروع من بدل 3 مثلا يبقوا 10 20 على مستوى الجمهوريه كلها. تمام. طبعا ده مش هيبقى لوحدي، بالفريق بتاعي طبعا كله، هو من غيره ما ينفعش من المجموعه نفسها تمشي خالص. تمام. بس كده يعني. محمد، انت من الشباب اللي نستحق ان احنا نشكرها، ومن الشباب أشكرك. اللي نستحق ان احنا فعلا نسلط الضوء عليها، وبتمنى كل الشباب يتعلم منك، تمام. بتمنى كل الشباب ياخدك قدوة. تمام. للأسف فقرتنا، يعني بغض النظر ان الكلام جميل معاك وبصراحة أشكرك. كله إيجابي، لكن أشكرك. فقرتنا الأولى خلصت، وإن شاء الله في لقاءات تانية، وإن شاء الله هنتابعك وإن شاء بإذن الله الله تحقق تعالى. حلمك. أشكرك يا فندم. أعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونرجع تاني في فقرة طبية مع ضيفنا.
معاك في الغربة الله يعينك.